لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة صلاح الدين الشيخ طامن المجمعي المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين. بداية شيخ طامي، مرحبا بكم. أصدرتم بيانا أكدتم فيه أن الميليشيات يعني أجبرت شيوخ ووجهاء وأعيان الإسحاقي على تزييف حقيقة اختطاف امرأة من عشائر المجمع، وكذلك يعني قراءتكم أيضا بيانا كتبته الميليشيات تحت تهديد السلاح. هل وضحت لنا كيفية ذلك؟ تحية لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله شيخ. بداية اليوم اتصل بي أحد الشيوخ وأبلغني بأن تم الاتصال به وبجميع الشيوخ اللي موجودين في ناحية الإسحاقي، وعدوا إلى مؤتمر من قبل هذه الميليشيات المتواجدة في المنطقة، وعدوا بيان بغراءة هذا البيان في المؤتمر نفسه، حسب ما وردتني المعلومات بأن هذه حادثة المرأة اللي تم اختطافها قبل أسبوع من قبل هذه الميليشيات في من أمام دار زوجها هي خلافات عائلية، بعد إجبار وتهديد الشيخ عشيرتهم وزوجها وأولاد عم زوجها والشيوخ الآخرين تحت تهديد السلاح واعتقالهم لساعات طويلة من قبل تلك الميليشيات وتعذيبهم، أنواع التعذيب وتلقينهم على إتلاء هذا البيان بالصيغة اللي وضحت في بعض القنوات القضائية. فنحن كشيوخ ووجهاء وأعيان ناحية الإسحاقي نطالب المرجعية بإصدار فتوى كما أصدرت فتوى في السابق في الجهاز القضائي لتحرير المناطق التي اختطفت من تنظيم داعش الإرهابي. اليوم أن نحن نناشد المرجعية بإصدار فتوى لتحت تلك هاي الميليشيات من تلك المناطق ودمجها في القوات الأمنية النظامية مثل الجيش والشرطة لكي نعيش بسلام والحفاظ على السلم المجتمعي في محافظاتنا، كما نطالب سيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ووزير الدفاع وجميع السادة المسؤولين في الدولة العراقية بسحب هذه الفصائل الموجودة في محافظتنا التي احتلت أراضينا واستباحت أرضنا وأعراضنا في هذه المحافظات. نطالب بسحبها من هذه المحافظات لكي نعيش بأمن وسلام. شيخ طامي، القوات الأمنية، أين القوات الأمنية؟ أين تقف من هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات؟ القوات الأمنية اللي متواجدة في محافظة صلاح الدين هي التقسيم الأمني بالنسبة لهاي الفصائل، كل فصيل لازم منطقة. بعد ما يكون هذا الفصيل بهاي المنطقة، القوات الأمنية ليس لها أي دور، مجرد شخصيات تواجدها في المنطقة، وإنما هي عبء على الحكومة والدولة لصرف هذه الرواتب والإجراءات الموجودة. لأن الفصائل اللي موجودة في هذه المحافظات تعتبر نفسها أعلى سلطة بالدولة. ذكر بيانكم أيضا شيخ طامي، يعني والذي طلبتم فيه بإخراج الميليشيات من محافظة صلاح الدين، أنكم أصبحتم مواطنين من الدرجة الثانية، ماذا يعني ذلك؟ يعني بالنسبة للمواطن في المحافظات المنكوبة التي استباحت من قبل تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، ومن بعد ذلك استباحت من قبل الفصائل الولائية اللي تابعة لإيران، المواطن أصبح اليوم يشعر بأن هو من الدرجة الثانية، بل مو من الدرجة الثانية، من الدرجة العاشرة، لأن يعتبرون بالنسبة لهم هذا المواطن هو جميع المواطنين الموجودين هم هناك داعش، ووصفوا وصفوا بعض الشيوخ العشائر والاهالي اللي موجودين من اهالي المرأة اللي تم اختطافها بالدواعش، وبعد تعذيبهم وتجريدهم من السلاح وتجريدهم من كل شيء. فالمواطن انا بالنسبه لي ما من بيتي والقوات الامنيه تتعامل وياي بهذه الطريقه، شو اعتبر؟ اعتبر انا مواطن درجه ولا لو درجه ثانيه؟ طبعا بالتاكيد انا اعتبر درجه ثانيه، لان يعتبرون انا ولائي مو للوطن ولا ولائي للبلد ولا ولائي، ولا كأنما ولدت في هذه الأرض وهذه البلاد وأحمل هذه الجنسية التي تحمل العلم والمرسوم الجمهوري
لهذه يعني في ضوء مطالبكم لا سيما وان الانتهاكات تتكرر بشكل مستمر في محافظه صلاح الدين عموما وفي ناحيه الاسحاق خصوصا، هنا نتساءل الشيخ طامي المجمعي عن القضاء، اين هو دور القضاء؟ يعني تحدثت لنا عن دور القوات الامنيه وطبيعه هذا الدور، الان نتساءل عن طبيعه القضاء، كيف يمكن ان يطبق القانون في منطقتكم في بلدكم في ناحيتكم؟ صراحة بالنسبة للقضاء، القضاء مستقل في محافظاتنا، بالنسبة لك أنت كمواطن تجي تقيم دعوة، فأنت اليوم بالمؤتمر الميليشيات اللي موجودة هناك بالمنطقة راح يجبرون الأهالي وشيخ العشيرة وزوج المرأة يقيمون دعوة عليها يقاضوني قضائيا حتى بأمر من قبل تلك الميليشيات الولائية. حتى القاضي اللي متقدم له دعوه انت يريد من عندك ادله ويريد شخص يقيم دعوه حتى ينفذ القانون. لكن القاضي والشرطي والضابط والمسؤول حتى بما فيهم المحافظ ونائب المحافظ واعضاء البرلمان اللي موجودين في المحافظه هم يعرفون اكثر دعوة كيديه. لكن القاضي يقول لك انا شخص بيقيم دعوه بده يقدم لي ادله وشهود انا ما اقدر ما ارفض الدعوه. شكرا جزيلا لك شيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين، كنت معنا من محافظة صلاح الدين.